بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية يسعدني أن أرحب بزميلي السيد أنتوني بلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في الدوحة. وطبعا كانت لدينا سلسلة من اللقاءات في الأسابيع الأخيرة سواء كان في الدوحة أو في واشنطن واليوم أيضا في الدوحة. في البداية أود أن أحيط الأخوة في الإعلام بأننا قد استلمنا ردا من حركة حماس بشأن الإطار العام لاتفاقية الأطراف بشأن ما يخص الرهائن. يتضمن الرد بعض الملاحظات على الإطار، ولكن في مجمله رد إيجابي على الإطار، ولكن نظرا لحساسية هذه المرحلة لا يمكننا الخوض في التفاصيل، ويدعونا هذا الرد للتفاؤل، وتم تسليم الرد للجانب الإسرائيلي. لقاءنا اليوم مع معالي الوزير أيضا تناقشنا فيه كافة المستجدات في الحرب، ولا سيما يعني الاتساع المؤسف الذي نشهده في الآونة الأخيرة وتداعيات هذه الأزمة على أمن واستقرار المنطقة. وفي الأسابيع القليلة الماضية شهدنا توترات مختلفة إضافة إلى الحرب على غزة، حيث امتدت من حدود القطاع والأراضي الفلسطينية إلى بلدان محيطة في المنطقة كالأردن ولبنان واليمن والعراق وسوريا، وكذلك في البحر الأحمر. وأيضا انتهز هذه الفرصة لأتقدم بالتعازي لمعالي وزير الخارجية في وفاة الجنود الولايات المتحدة من جنود التحالف. ونحن في دولة قطر طبعا لا يمكن يعني أن نقبل مثل هذه من هذا العمل والمساس بعمل التحالف في المنطقة. ولقد حذرنا أيضا منذ اليوم الأول من اندلاع المواجهات يعني من مخاطر اتساع دائرة العنف في المنطقة، وحيث أن المنطقة أيضا تعاني من أزمات ونزاعات مستمرة ومزمنة. ويؤسفنا ويحزننا أن نرى هذه المخاوف تصبح واقعا لنا اليوم، وهذا الأمر يزيد الوضع تعقيدا ويعرض المفاوضات القائمة للوصول لهدنة في قطاع غزة إلى الخطر. ولذلك ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد وعدم اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى المزيد من سفك الدماء وعدم التعرض للمدنيين وحرية الملاحة التجارية. لقد حصدت هذه الحرب حتى اليوم أكثر من 27 ألف روح في قطاع غزة، وخلفت أكثر من 66 ألف جريح ومصاب، معظمهم من النساء والأطفال. ولذا فإننا ندعو المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية لفرض وقف فوري لإطلاق النار، فقد آن الأوان لموقف دولي حازم ضد هذه الحرب المدمرة وضد أي إجراء من شأنه يوسع دائرة العنف. كما أود في هذا السياق أن أنوه بأن وقف الدعم عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين ستكون له تداعيات كارثية، حيث سيحرم أكثر من 6 ملايين شخص فلسطيني من الخدمات الإغاثية والإنسانية. ونحن نؤمن بأهمية الأمم المتحدة وبأهمية الأونروا ودورها، ويجب علينا الفصل بين الوكالة كمؤسسة أممية ذات قيم وتقاليد راسخة، وبين التهم التي طالت عدد من موظفينها الذين يخضعون للتحقيق. ولا نستطيع أن نعاقب وكالة إنسانية كاملة بسبب اتهامات تطال بعض موظفيها. وقد شهدنا في المعاناة الناجمة عن نقص التمويل لدى الأونروا على مدى السنوات الماضية، ونخشى من تفاقم الأزمة من تفاقم الأوضاع الإنسانية المؤسفة نتيجة لقطع المزيد من التمويل. وانطلاقا من مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، نؤكد استمرار الجهود القطرية في مجال إجلاء المرضى والمصابين من قطاع غزة وتقديم المساعدات الإغاثية لسكان القطاع. وفي إطار ذلك أثمرت جهود الوساطة القطرية مع شركائها الإقليميين والدوليين في التوصل إلى اتفاق لإدخال الأدوية إلى المدنيين في قطاع غزة، خصوصاً للمناطق الأكثر تضرراً والمحتجزين أيضاً في القطاع. وبناء على توجيهات صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله،
تم حتى الآن إرسال 75 طائرة عسكرية قطرية محملة بأكثر من 2000 طن من المساعدات بما فيها مستلزمات إيواء ومواد غذائية ومستلزمات طبية ومستشفيين ميدانيين، وتم بحمد الله ذلك بالتعاون مع شركائنا في المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا، إضافة إلى اللجنة التنظيمية للكنائس المسيحية. وتم إجلاء أكثر من 600 فلسطيني من قطاع غزة، منهم حوالي 200 مريض ومصاب لتلقي العلاج في الدوحة، وذلك أيضاً تنفيذ الالتزامنا بتوفير العلاج ل 1500 فلسطيني مصاب جراء الحرب، إضافة إلى كفالة 3000 من الأطفال الذين فقدوا والديهم في القطاع إثر الحرب. ومن المؤسف وبأنه رغم المساعي الإقليمية والدولية للتهدئة وبعد مرور 4 أشهر من اندلاع المواجهات، فشلنا جميعاً في وقف النزيف الدم ووقف مسلسل العنف، فلا زالت المستشفيات تستهدف، ولا زالت المدارس تقصف، ولا زال النازحون يقتلون على طرقات نزوحهم الثاني والثالث، ولا زال التهديد قائم. معالي الوزير، نحن نثمن تعاوننا المستمر مع الولايات المتحدة الصديقة في هذه الأزمة بكافة أبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية، ونتطلع أن تثمر جهودنا المستمرة منذ 4 أشهر وقفاً لإطلاق النار، وتساهم في التوصل لتسوية شاملة وعادلة لحقن الدماء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أغتنم هذه الفرصة للتقدم بجزيل الشكر لكم وعلى جهودكم في هذا الاتجاه، ولشركائنا الدوليين في الأمم المتحدة ومصر وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة لتعاونهم معنا في شتى المجالات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية. ختاماً، أتطلع معاليكم لاستمرار هذه المناقشات فيما بين بلدينا ولتوصل إلى حل واستقرار في هذه المنطقة، ولا سيما إنهاء هذه الحرب والتطلع لمستقبل أفضل للمنطقة. شكراً لكم. Well, good evening, everyone, and Prime Minister Mohammed, thank you. Thank you for the, as always, very productive discussions that we had today, this evening, with the Emir and with the Prime Minister as well. We've had constant engagement at the highest levels of our respective governments, going back وبالعودة weeks, not months. العديد من المرات إلى المنطقة، ركزنا خاصة على تحرير الرهائن، وكذلك أن يكون هنالك هدنة طويلة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية في غزة. ورأينا النتائج للهدنة الأولى، 150 رهينة تم تحريرهم، 105 رهائن تم تحريرهم، وكذلك تم تخفيض التصعيد في المنطقة، ومع قطر ودولة قطر ومع مصر تم تقديم اقتراحات جدية، وهي ليست إعادة للاتفاقات السابقة ولكنها توسع في الاتفاقيات. وقد ردت حماس، وتلقينا هذه الإجابة، وسأتناقش غدا مع حكومة إسرائيل بخصوص رد حماس، ولازلنا نعتقد بأن الاتفاق ممكن وأنه اتفاق أساسي، وسنواصل العمل على تحقيقه. لدينا اجتماعات في هذه الرحلة في الرياض، وثم ذهبت للقاهرة، واليوم أنا في الدوحة، وبإمكاننا أن نستخدم أي هدنة من أجل بناء خطط لإعادة بناء غزة وللحوكمة، وكذلك لنواجه كل التحديات الجدية، وذلك ما نركز عليه الآن. كذلك نحن عازمون أن نستخدم أي هدنة من أجل إطلاق مسار السلام، من أجل سلام عادل ومستدام لأمن واستقرار المنطقة، وهي الطريقة الأفضل من أجل تجنب ما حصل في 7 أكتوبر، وتجنب كذلك خسارة أن تتكرر خسارة الحياة في صفوف الإسرائيليين والفلسطينيين. وقبل بضعة أسابيع عندما كنت في المنطقة، قلت بأن هنالك طريق بإمكاننا أن نخوضه من أجل سلام عادل ومستدام،
وأننا في كل مرة نقترب من هذا الهدف وفي إسرائيل، وهو ذلك بإدماج إسرائيل في المنطقة إلى جانب كذلك المسار إلى دولة فلسطينية تعيش إلى جنب إسرائيل من أجل تحقيق الأمن للشعبين. وفي هذه الزيارة هدفنا هو خاصة أن نتناقش في الخطى والمراحل اللازمة للتقدم في هذا الطريق. والآن هذه طريق واضحة، وبإمكاننا أن نرى نقطة الوصول واضحة للجميع في المنطقة، ومثل ما قلت سيكون ذلك من أجل الاستقرار والأمن والسلام للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. ولكن هنالك من يريد أن يأخذ المنطقة في اتجاه مختلف، والذين يعملون من أجل تقويض كل الجهود من أجل سلام واستقرار مستدامين. ذلك ما نراه في آخر شهرين وفي الأسابيع الأخيرة من هجمات في سوريا وفي العراق، وكذلك على إسرائيل من لبنان، وكذلك على السفن التجارية الدولية، وكذلك هجوم في الأردن الذي كلف حياة 3 جنود أمريكيين، وكذلك ذلك الهجوم 7 أكتوبر في إسرائيل تقوده مجموعات تسلحها وتكونها إيران، ووكلاؤها يدعون بأنهم يقودون هذه الهجمات من أجل أو نيابة عن الشعب الفلسطيني، وهو غير صحيح بالمرة. لا أحد من هذه الهجمات تمثل فرصة للسلم والكرامة والأمن للفلسطينيين، بل يتعلق الأمر بتسلط إيران. ومنذ 7 أكتوبر كنا واضحين بتحذير أي طرف من أن يستغل هذه الأزمة، قلنا لهم لا تقوموا بذلك. كنا واضحين أننا لا نريد توسع هذا النزاع، لا نريد تصعيد في المنطقة، وكنا واضحين أيضا بأن إذا ما تم تهديد جنودنا فإننا سندافع عنهم، ونحن نرد على هذا العنف ولسنا نطلقه حتى نتجنب التصعيد وليس تأجيجه، وسنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا من أجل الوصول إلى هدنة، وكذلك تحرير الرهائن، وكذلك أن نتمكن من إيصال المساعدات لأهالي غزة، وكذلك لإطلاق جهود السلام. وهذه الجنوب كذلك محظوظة بأن تشارك فيها قطر كشريك. مجال للأسئلة. السؤال الأول من صابر أيوب، تلفزيون العربي. صابر أيوب من التلفزيون العربي. سؤالي الأول موجه لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. ما هو تقييم قطر للتطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة ورسالتها للأطراف المعنية بهذه التطورات؟ My second question is سؤال الثاني موجه إلى معالي وزير خارجية المتحدة سيد أنتوني بلينكن. لماذا يبدو من الصعب على الولايات المتحدة أن تنهي هذه الحرب، وعلى الأقل أن تدفع من أجل وقف إطلاق النار؟ هل ستشهدون قريبا هذا الوقف وإسكات الأسلحة، وهل سيتم توقيع ذلك هنا في الدوحة؟ وأخيرا قبل الالتقاء بنتنياهو والسفر إلى إسرائيل سأطرح نفس السؤال من جريدة بوليتيكو. هل من لطفك أن تكون وزيرا لخارجية أمريكا؟ احنا من البداية كان موقف دولة قطر واضح، يجب عدم يجب إنهاء الحرب وعدم توسيع دائرة الصراع في المنطقة. ونحن نرى للأسف التوترات الإقليمية تتوسع، و
هناك بعض القوى تستغل الصراع وهناك بعض القوى أيضا تعمل على خلق مثل هذه التوترات، ولكن نرى أن السبيل لحل وتطفئة كافة هذه الأزمات هو الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وبشكل خاص إنهاء الحرب على غزة. رسالتنا دائما لكافة الأطراف بضبط النفس وتغليب صوت الحكمة. نحن نتواصل مع كافة الأطراف سواء كان في المنطقة أو الأطراف الدولية، ولا نريد اتساع هذه الدائرة، ولا نريد أن نرى تصعيد في المنطقة، ولا نريد أن نرى خسارة مزيد من الأرواح، بإضافة إلى ما نشهده اليوم من تهديد لحرية الملاحة التجارية، يعتبر أمر خطير يعني وسابقة عالمية تؤثر على ليس فقط على أمن المنطقة ولكن تؤثر على التجارة العالمية بشكل عام. The best path forward, the most effective path forward طريق right now, والطريق الأصح get an extended من أجل period of calm, في الفترة القادمة هي العمل لنهاية هذا النزاع هي عبر اتفاقية بخصوص الرهائن والمحتجزين، وذلك ما ركزنا عليه مع شركائنا في قطر وفي مصر بالعمل مع إسرائيل. وبطبيعة الحال تلقينا الرد من حماس وسنركز في المرحلة القادمة على ذلك، إضافة إلى الآفاق تحرير المحتجزين، وذلك سيكون في صالح الجميع، ولكن لا يزال لنا المزيد من العمل وسنركز على ذلك. الآن بطبيعة الحال منذ 3 أشهر أو 4 أشهر كان يمكن تفادي كل ذلك لم يرتكبوا مجزرة 7 أكتوبر، وبعد ذلك ظلوا يختبئون وراء المدنيين كدروع بشرية ولم يقدموا الأسلحة ولم يستسلموا. والطريق الأفضل الآن هو أن نتمكن من تحرير الرهائن. في ما يخص تعليقك على شخصيتي، وإن كنت لطيفا زيادة عن اللزوم بالنسبة لوزير خارجية، أعتقد أن أغلب من يتحمل هذه المسؤولية التي أحظى بها لم يكونوا لطفاء كامل الوقت. السؤال الثاني، أميرة بامك، رويترز. معالي الوزير، السيد رئيس الوزراء، سؤالي إليكما. أتفهم حساسية رد حماس، ولكن أتساءل السيد الوزير كيف بإمكانكم أن تتجاوزوا رفض رئيس الوزراء نتنياهو لوقف إطلاق النار؟ هل هنالك ما في رد حماس أن يثنيه على موقفه؟ ولماذا يستغرق هذا الرد عدة أسابيع؟ هل هنالك صعوبات؟ هل هنالك ربما مشكلة في الوصول إلى السيد السنوار؟ هل هنالك ربما انقطاع للتواصلات في هذه المرحلة؟ وسؤال آخر سأحاول أن أسأل، سؤال مشابه لما تفضل به زميلي القطري. منذ 4 أشهر وهذه زيارتك 5 وتبدو الولايات المتحدة غير قادرة على التأثير على بنيامين نتنياهو في أمور أساسية التزمتم بها مثل مسألة الدولة الفلسطينية ومدى استغراق الحملة الإسرائيلية وتخفيض عدد المدنيين، ألا يبدو ذلك يجعل الولايات المتحدة في موقف ضعف، وأنكم ليس لكم تأثير على شركائكم وحلفائكم، وما يمكنكم بأن تقوموا به بطريقة مختلفة يوم غد؟ الأسئلة 3 موجهة لمعاليك. فيما يخص مسألة الرهائن،
أقدر هذا السؤال وأمل أن تقدر عدم إجابتي نظرا لحساسية الموضوع، ولا يمكنني أن أدخل في أي تفاصيل رد حماس. إذن ما سمعتم مني ومن معالي رئيس الوزراء، تلقينا رد حماس على المقترح، نحن بصدد دراسته، وكذلك سأطرح ذلك على الإسرائيليين يوم غد، وسنعمل بكل إمكانياتنا حتى نصل إلى اتفاق يسمح لنا بالمضي قدما، وذلك من أجل تحرير الرهائن. افتراضيا كل ما نقوم به في الدبلوماسية بصفة عامة، وخاصة في خضم هذه الأزمة بالتحديد، هو مسار، هو عمل دبلوماسي، ويتطلب ذلك أن تجتهد في كل يوم حتى تحاول التقدم في كل النواحي. وأعتقد بأنك إذا ما نظرت إلى السجلات فإننا شهدنا خطوات من التقدم، وما لم تكن تحصل لولا هنالك هذا الالتزام، بما في ذلك استعادة إيصال المساعدات الإنسانية. ولم يكن الحال كذلك في الأيام التي تلت 7 أكتوبر، وكذلك هذه الجهود لفتح المزيد من المعابر في غزة، والعمل نقوم به في كل يوم من أجل تعزيز حماية المدنيين، وهذه الجهود كذلك ترمي إلى عدم توسع النزاع خارج قطاع غزة، رغم بعض الأعمال التي قمنا به مجبرين للرد على التهجم على جنودنا. وفي كل هذه النواحي أعتقد أننا وصلنا إلى نتائج بفضل الالتزام الذي قمنا به، ولكن في كل هذه الجهود والنواحي لا يزال لدينا المزيد من العمل للقيام به في العديد من الأماكن. نريد أن أرى مثل ما أسلفت نتائج حقيقية، وخاصة تغيير في هذه النتائج، وسأتناقش في كل هذا يوم غد مع الحكومة الإسرائيلية. فيما يخص سؤالك المتعلق بالوقت الذي استغرقه هذا الرد، واجهنا العديد من التحديات عبر المفاوضات، وهو ليس بالجديد، وما حصل وما يحصل على الأرض في غزة يؤثر على مجرى المفاوضات، وعرفنا بعض التحديات أثناء التواصل. المفاوضات استغرقت الوقت اللازم للوصول إلى هذا الرد، وبصفة عامة مثل ما تفضل معالي الوزير، ليس من صالح المفاوضات أن نفصح عن التفاصيل، ولكن بالنسبة لنا نعتبره كتقدم، وهو أمر واعد ويعطي آفاق لنتائج أفضل مثلما نتمنى ذلك في القريب العاجل. السؤال الثالث، عبد الله المراغي، وكالة الأنباء القطرية. السلام عليكم. عبد الله محمد المراغي من وكالة الأنباء القطرية. سؤالي موجه لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. ما هي آخر مستجدات الوساطة القطرية وإلى أين وصلت؟ يعطيكم العافية. احنا طبعا الموضوع أشرنا له في المؤتمر الصحفي في بدايته، وللتو استلمنا الرد قبل ساعات قليلة فقط، وأرسلناه للجانب الإسرائيلي، والآن
طبعا الأمر سيخضع للمزيد من التفاوض حول تفاصيل الاتفاق، ونسعى أن يكون هناك التوصل للاتفاق في أسرع وقت ممكن بالشراكة مع شركائنا سواء كان في الولايات المتحدة وفي جمهورية مصر العربية. السؤال الرابع والأخير، أوليفيا غازس سي بي اس. شكرا، شكرا جزيلا لكم. السيد وزير الخارجية، منذ كان الرد على هجمات العراق وسوريا حد على الأقل تعرضتم لحديثين آخرين، هل لديكم أي مؤشرات بأن إيران لا تزال مد وكلائها بالأسلحة، وهل لديكم أي مساندة من قبل الشركاء العرب؟ السؤال الثاني متعلق بجهود التطبيع مع المملكة السعودية، وكيف سيحصل ذلك خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية ترفض الحديث عن الدولة الفلسطينية؟ قلتم بأن رد فعلكم كذلك بأن ردكم في سوريا هو مجرد بداية فقط، ودعوني أن أواصل فيما بدأه زميلي بخصوص مسألة الرهائن. كان هنالك تقرير عن أن هنالك انقسام، وهل بالإمكان وصول إلى إجماع بخصوص هذا الاتفاق تحت الرهائن؟ أوليفيا شكرا. أولا، ولا أريد أن أتحدث باسم شركائي، وأعتقد من العادل أن أقول بأن كل شركائنا يعارضون بشدة ويرفضون هذه الهجمات التي اقترفتها مختلف المجموعات ضد مصالحنا، وكذلك في البحر الأحمر الهجمات الحوثيين على السفن والتي تؤثر على الملاحة وعلى المصالح في العالم. 50% من هذا المسار التجاري يمر عبر البحر الأحمر، ورأينا كيف أجبرت العديد من الشركات والمؤسسات الشحن على الالتفاف على البحر الأحمر، ما يتطلب ذلك من تكاليف وجهود، ورأينا كذلك التهجم على جنودنا الذي تسبب في مقتل 3 أمريكيين في الأردن، ووصلت هذه التنديدات والاعتراض عليها من قبل شركائنا، وكذلك أكدنا عزما على وقف ذلك، وقلنا بكل وضوح منذ اليوم الأول بأن كل من يريد استغلال النزاع في غزة كتعلة للهجوم على السفن وتوسيع هذا النزاع والتهجم على أفرادنا بأي طريقة من أوجه التصعيد سنرد عليه بكل قوة، وذلك ما نقوم به فعلا. كنا واضحين بأننا لا نريد تصعيد النزاع، ونقوم بما في وسعنا لتجنب ذلك، ولكن في نفس الوقت سندافع عن جنودنا وعن أفرادنا في كل مكان وفي كل زمان عندما يتعرضون إلى التهديد. ورأيتم الرد الواضح لوزير الدفاع أوستن وكذلك من الرئيس بايدن بأننا ردينا في غضون الأيام الأخيرة، وبأن هذا الرد سيتواصل، ومن الأهمية بأن تصل هذه الرسالة إلى من يقترفون هذه الهجمات ضد أفرادنا وضر مصالحنا، وسنقوم بما يلزم لتفادي تكرر ذلك. بالنسبة للجزء الثاني من سؤالك، في المملكة العربية السعودية التقيت مرة أخرى من ولي العهد محمد بن سلمان
وتحاورت معه بخصوص الوضع في المنطقة، وقلنا بأن هنالك طريق فعلا واضح بالنسبة لنا، ولكنه يتطلب من كل الشركاء أن يتخذ ربما قرارات صعبة. وفيما يخص مسألة التطبيع بالتحديد، فإن ولي العهد أكد مرة أخرى اهتمام المملكة بمسألة التطبيع، ولكنه كرر ما قاله لي في السابق، يحتاج إلى أمرين، هو وقف الحرب في غزة، وكذلك أن يكون هنالك طريق ذو مصداقية واضحة للدولة الفلسطينية. ونحن نعلم كل المصالح، خاصة من إدماج إسرائيل في المنطقة، فالأمر يكون في صالحها أولا، وهو أمر يجعل إسرائيل تقرر لنفسها، ومرة أخرى ذلك يتطلب قرارات صعبة، خاصة في ضوء تحدي النزاع في غزة. ولكن هذه مسائل أساسية يجب أن يرد عليها شركاؤنا، ولا يمكن أن نقوم ذلك نيابة عنهم، وعلينا أن نبقي تركيزنا على ما نؤمن به راسخين، وهي أفضل إجابة لأمن وسلام مستدامين لإسرائيل وللمنطقة وكذلك للشعب الفلسطيني. وإذا ما تقدمنا في هذا الطريق، فإن هنالك أمر آخر سيحصل، سنتمكن من عزل من يرفض هذا المسار مثل إيران. وبهذا المعنى فيما يخص التعامل مع التحديات الأمنية الصعبة التي تواجهها إسرائيل منذ سنوات، فإنه سيكون موقفها أقوى إذا ما اندمجت في المنطقة العربية. ولكن مثل ما قلت، هذه قرارات سيادية لن تكون سهلة، وسنواصل هذه الجهود الحديثة للمضي بكل الخطوات الدبلوماسية لتقدم في هذا الطريق إذا ما اختاره الجميع. حسنا، في ما يخص الرد على سؤالك، مثل ما قلت، قطر ترفض وتندد بكل هجمات تفضي إلى قتل مدنيين، سواء كانوا أمريكيين، وهم يقومون بعملهم في هذا التحالف الذي هي قطر جزء منه. ونحن نفهم جيدا بأن كل دولة لديها الحق في الدفاع عن سيادتها وكذلك عن مواطنيها بالاتساق مع القانون الدولي. ونصيحتنا لكل الأطراف هو علينا أن نأخذ في الاعتبار ما يحصل في المنطقة، وأن نحاول أي تفادي أي إجراءات تصعيدية في سياق هذه الهجمات. فيما يخص سؤالك الثاني عن حماس والانقسام داخلها وخارجها، نحن نعمل مع المكتب السياسي منذ سنوات، وهي القناة التي نستخدمها والتي كانت دائما تعطينا الأجوبة التي تمثل كل الأطراف في حماس.
ذلك ما شاهدناه في الإجابة السابقة وذلك ما نشهده في الرد الجديد الذي نأمل أن يفضي إلى الهدنة الثانية وإلى تحرير وتبادل الأسرى بين الطرفين. تلك هي القناة الوحيدة التي كانت دائما فعالة بالنسبة لنا ولسنا في موقف للحكم على انقسامهم أو تفاهمهم. نحن نحكم على فعالية الاتفاقات التي تنصل إليها. صحفي لليوم، شكرا لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة وزير الخارجية الأمريكي وممثلي وسائل الإعلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.